الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعض السائلين سألوا عن مرض العين وما هو حده. مرض العين أوله ما قاله الأخضري، لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حقه. هذا فرض عين على كل مسلم، أن لا يقول قولا ولا يفعل فعلا ولا يدخل في أمر حتى يعلم حكم الله. هذا هو أول فروض العين. قال الإمام ابن المنذر في إجماعاته: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل العمل. قال شراحه لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمراد بالاستغفار هنا عمل الأعمال التي تدخلك الجنة وتغفر الذنوب. واستغفر لذنبك وللمؤمنين، من أعمل عملا يغفر ذنوبه. وقال الله سبحانه جل جلاله في كتابه المحكم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تفعل فعلا ولا تقل قولا حتى تعلم حكم الله. هذا هو أول فرض العين على كل مكلف. بعد ذلك يختلف فرض على الناس، بعضهم سيبقى زاهدا، سيبقى منفردا عن الناس، عليه أن يقرأ عقيدة صحيحة موافقة لما عليه للسنة والجماعة، وهو الذي يسمونه بمصطلح المتأخرين الأشعرية والماتريدية. وقولهم الأشعرية والماتريدية إنما هو بحسب اختلاف الأمكنة، وإلا فهما مشربهما واحد ومتفقان على منهج واحد، ليس كمذاهب الأربعة التي تختلف، لأن محل العقيدة أمر قطعي ليس أمرا يختلف فيه العلماء، كالاجتهاديات الفقهية ليست أمورا غنية، لأن الفقه غالبه غني، الأحكام التشريعية تختلف، بعضها اعتقادي، هذا لا يفيد فيه الله، وبعضها هذا عمل جوارح وهو المسمى بالفقه، وهذا غالبه ظني، يستدل به على أحاديث الظنية، ويستدل به على اجتهاديات العلماء، ومن عقيدة لا خلاف. ذلك يعني يسميها ما وراء البحرين ما تريدية، ويسميها ما هو دون ذلك أشعرية. والغالب على الناس التزام مذهب الأشعري، لأنه هو الذي طار في البلاد وشاع، وليس هذا عصمة الإمام الأشعري ولا الماتريدي، فهذان رجلان من أئمة المسلمين لا يحكم لهما بعصمة، ولكن هو من باب عصمة الأمة الإسلامية، فاتفقت الأمة الإسلامية على منهجهما السليم، وهو مأخوذ أيضا أصله من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ولذلك الأحسن أن يقول له الناس يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، هو اللقب الصحيح. وألف العلماء فيه تآلف كثيرة، ومن أجلها كتاب المقري رحمه الله تعالى، إضاءة الجنة، لكن كتاب طويل، وجوهرة التوحيد، وهي كتاب أيضا لا بأس بمتوسط، عقيدة الطحاوي من السلف الصالح. مهم يقرأ عقيدة صحيحة موافقة لأهل السنة والجماعة، وهذا هو أهم شيء في هذه الأيام، فقد كثر الزيغ وفسدت الأمة الإسلامية بالاعتقاد الفاسد، إصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسي المؤمن مؤمنا ويغدو كافرا، أو بالعكس يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإلى ذلك أشار الشيخ محمد باب حفظه الله تعالى بقوله وفي صحيح وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي: ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيهم مؤمن فانتبه لذاك، فالحديث قد صح به. فالناس الآن يملؤون المساجد وغالبهم اعتقاده غير صحيح، هذا هو الذي رأيناه، غالب الناس لا يعتقد اعتقادا صحيحا، إما مستحلا للكبائر وإما معتقدا شيئا واضحا. على سبيل المثال يعتقد اعتقادا واضح الكفر، كان يعتقد أن الديانات يقال لها ديانات سماوية معتبرة شرعا، هذا كفر صريح،
من اعتقد غير الدين الإسلامي أو أنه يوصل إلى الله تعالى أو أنه مقبول، هذا كفر صريح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا المشرب يقرأ من المدارس، المدارس النظامية، وهذا هو الذي لم يفهمه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأئمة الذين هم من جلدتنا، قوم يأتون وهم منا ينتسبون إلى الإسلام فينصرنا أو يمجسنا أو يهودنا بحيث لا نشعر. كون نصراني أو يهودي سيأتي إلى مسلم ويقول له ادخل دين نصراني أو يهودي، هذا غير معقول للمسلم، هذا غير معقول للمسلم. قال لي أشار لباه بن محمد المراقب، باه بن محمد أمين شيخ ومشايخنا رحمه الله تعالى، قال وبعدك الطفل إلى لكل، لكل بالفرنسية المدرسة النظامية، تصدقك الحديث هذا الرسول، كل مولود يولد على الفطرة إلا رواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. هذا شيء واضح، ولو أصلت ابنك إلى هذه المدارس النظامية سيتهود ويتنصر بدون ما تشعر، لأنه سيدخل هناك على أنها مثلا مدرسة إسلامية، وبالتالي سيقرأ من الكفريات الصريحة التي لا يشك في أحد منها. هذا جربنا، نحن رأينا كثير من بلاد المسلمين، أفغان وباكستان وعرب، خرجوا صريحا قالوا ليسوا بمسلمين بدون أي شك، لا يريدون الإسلام مطلقا، قالوا أنهم ليسوا مسلمين، ليس أنهم عندهم شك ولا أنهم يعتقدون اعتقادا كافرا، لا، وقالوا نحن لسنا مسلمين. قال خرجنا من هذا الدين لا نحبه، خرجنا صريحا، عائلات وشباب قالوا لا نريده. ليش؟ لأن الذي يهدف له الآن، يهدف له الآن العصر الجديد، ما يسمى عصر المسلمين الجديد، يقولون الإسلام دين حرية، هذه كلمة هي أخطر شيء على الإسلام. الإسلام ليس دين حرية على ما يعتقدونه، هو ليس دين حرية، هذه كلمة باطل أريد بها باطل، ليست كلمة حق أريد بها باطل، هي كلمة حق أريد بها باطل، أن تقول شيئا حقا أصلا وأنت عندك مغزافي تدخله، هذه كلمة باطل. من قال أن دين إن الإسلام دين حرية؟ من له الحرية مع رب العالمين؟ الله سبحانه يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يا دين حرية كلام هذا، كلكم الآن المحاضرون في العالم كله، أنا أعرفهم من موريتانيا، يمكن أن يعلمون مشايخي، ليسوا يعلمون، ليسوا أهل للتعليم ولا للعلم، لكن هم يقولون الإسلام حرية. من قال أنه حرية؟ الله تعالى قال، قالوا أنه ليس حرية، أنه ليس حرية، أنه دين جبري على المسلم، أنه إذا دخلها الإسلام. وما ما هو معنى الإسلام؟ هو الاستسلام والانقياد لأحكام الله تعالى. إذا أنت قلت أنك مسلم أنت لست حرا في نفسك، أنت قلت حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أسلمت معناها أخلصت واستسلمت وقلت ما قال الله ورسوله، إذا قال الله ورسوله خلاص ما عندي خيار. ما قال الدين حري، هذه مصيبة أيضا. فدين العقائد، فعلم العقائد الآن ضروري أن يفهمه الناس، ولا يكتفى به بكتب قصيرة وقليلة في هذه الأيام، لأن التشويش والتضليل والتكفير منتشر جدا جدا جدا، وخصوصا من المسلمين، من الناس المنتسبين للمسلمين، ليس من الكفار صريحا. الكفار لا يأتيك أحد دائما ويقول لك اخرج عن الإسلام، لا، هذا لا يوجد، لأن هذا ليس هدفهم، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في الناس ويقول لهم اكفروا، هم لا يريدون، يريدون وفعلوا أن يرسلوا للمسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويضلونهم، هذا هو هدفهم، هذا معروف جدا، لا يشك فيه إلا غبي جدا أو واحد ما زال مقفول عليه كهف في أواخر الدنيا. أما من فتح عينيه، هذا شيء واضح جدا، واضح جدا، لا يخفى على أي غبي، حتى غبي ليس عاقل، غبي لا يخفى عليه. هي في المدارس، في المدارس النظامية الآن موجود في ما يسمونه التربية الإسلامية، موجود فيها في مدارس المسلمين الكفريات الصريحة التي لا يشك فيها. أنا قبل شهرين في كتاب تربية للأردن كتبوا فيه وأن المشركين
ومن قال إن عيسى إلها ومريم من دون الله تعالى أمرهم موكول من الله إليه. إنهم ما زالوا تحت المشيئة، أمرهم موكول من الله تعالى، إن شاء غفر لهم إن شاء عذب. هذا التربية الإسلامية. هل أنتم تقولون موريتانيا أحسن من الأردن؟ الأردن مات فيها 60,000 من الصحابة، منهم عبيدة بن جراح 11 المبشرين، وغزوة مؤتة أنا وقفت فوقها لي الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر الطيار عبد الله بن رواحة، وهي التي فتح خالد بن الوليد، اجتمعت فيها جيم ألوف تلتقي بأكثر من 200,000 ويسري معزرة، 3,000 من الصحابة هزموا أكثر من 200,000 من الروم مباشرة. أنتم ما دخلكم الصحابة مطلقا، هذه بلاد الشام، هاي مركز الدين، فتحت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الدولة الإسلامية، هذه مراكز الإسلامية أصلية زمن الصحابة. كم مات من الصحابة؟ كما يقولون 60,000 صحابة، ولكن كثير بسر ما مقامات هناك لا تحصى، لا تحصى، لا تحصى ولا تعد. وفي سوريا وفي بلاد الحرمين الشريفين اللذين هما أفضل بلاد الله سبحانه وجل جلاله. هذه الكفريات تنشر هناك. ما هو المانع من أن تنشر في موريتانيا؟ ما هو الفضل الذي يخص موريتانيا؟ موريتانيا كان لها شيء خصها الله تعالى بها، انفراد وانعزال عن العالم والتداخل السياسي والتلافز والثقافة الجديدة، وأنا أسميها الخسارة الجديدة، لا أسميها ثقافة، هي من سماها ثقافة فهذا من باب تحسين ما شينه الشرع، تزيين مشاريع وقد شينه منها ومن هدم وما زينه تسميتها. هذه المفاسد الآن الموجودة ثقافة وحضارة هي تسمية ما شينه الشارع باسم جميل، وهذا خطير جدا. من سماها ثقافة فقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثقافة، من قال ثقافة ومن قال حضارة؟ هذه خسارة، هي بداوة. واحد يدخل المسجد ولا يعرف كيف يصلي ويلبس عمامة ويدخل ويحاضر وقال هذه الحضارة الجديدة، هذه ليست حضارة جديدة، هذه الفساد الجديد، هذا الضلال الجديد، الثقافة الجديدة. أنتم تعرفون الآن إذا يقال نواكشوط الآن ما شاء الله صارت المساجد تمتلي الليل والنهار من الناس، هو اللي قال محمد بابا، وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيه مؤمن، هو ما فاتتكم الجماعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن أن لا تصلوا جماعة وتكون عندكم عقائد صحيحة، وتكونوا حتى تصلوا في بيتكم وتتوضؤون وضوءا صحيحا وتغتسلون اغتسالا صحيحا، من أن لا تخرجوا المساجد وأنتم ليست عندكم عقيدة صحيحة، وليس عندكم ما تصلحون به أبناءكم، وليس عندكم ما تصلحون به غسل الجنابة، وليس عندكم ما تتطهرون به وضوء صحيح. ما هي فائدة المساجد؟ هي ليست مساجد، هي مفاسد. هو المسجد في لغة العربي، المسجد مكان السجود لله سبحانه وتعالى، مسجد مفعله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا مطهرا، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قد تكون الطيارة بين السماء والأرض ووجهك شطره وصل، هذا مسجد ذلك. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له الأرض مسجدا مطهرا. نحن سنرجع على مذهب بني إسرائيل، ما يمكن نصلي في غير المسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، قال جعلت لي الأرض مسجدا مطهرا. هذه الخصوصية اللي أعطانا الله تعالى، جعلت لنا الأرض مسجدا مطهرا، ما خصص الله تعالى، ما تصح الصلاة في غير المسجد، لكنه قال لا تصح بدون وضوء، ولا تصح بدون اعتقاد صحيح، ولا تصح بدون غسل جنابة صحيح، ولا تصح بدون أركان صحيح. هذه شروط الصلاة، ليس شروط الدخول المسجد، شروط الصلاة، أركان الصلاة 16 وشروطها 4 مشتقة، ما ذكر منها دخول المسجد، ما لم يذكر في الصلاة من شروط الصلاة أن تصلي في المسجد، لكن كان شروطها استقبال القبلة. من يعرف منا استقبال القبلة؟ من يعرف منا طهارة الحج؟ من يعرف منا دخول الوقت؟ هذا خطير.
هذا خطير. هذه أنا قلت مليار مرة، الناس تبني المراكز وتبني المساجد، لكن تحتاج تبني الناس، تبني الأمة الإسلام، تبني الشباب، تبني الناس حتى تعلمها ما فرض الله عليها ابتداء، وبعد ذلك تكون عندها مساجد. لا تبني مساجد لغير جاهزين، أي ما يفيد المساجد على جاهل. فرض العين عقيدة صحيحة ثابتة، ولا يكفي فيها الكتب الصغار لنا في هذه الأيام، لأن التضليل والإضلال كثير، خصوصا الذين سيذهبون إلى المدارس والمعاهد لا بد أن يكونوا مسلحين، لا بد أن يكونوا مسلحين. ما يمكن أن نقول لهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واحد يضع ابنه في البحر المحيط ويقول له إياك أن يبتل ثوبك بالماء، كيف لا يبتل؟ أنا سأموت. كما قال محمد الحسن الخديم حفظه الله تعالى: خوضوا المعارك وأنتم عزلوا، عزلوا أجد هذا عندكم أم هزلوا. يعني واحد يخوض المعركة في جيش القتال وهو ما عنده سيف وما عنده قنبلة وما عنده مدفع، ما هذا خطير. هذه معارك كفرية، والجامعات والمعاهد كفرية. أنتم تريدون أن أقولكم على سبيل المثال، من قال أن معهد إسلامي ستخرج منه العلماء خلال 6 سنين أو خلال 10 سنين أو خلال 20 سنة ويقول ستدرس فيه أكثر من 200 فن من العلوم؟ هكذا واحد. نحن مكثنا في المحاضر مع كم من الشباب المسلمين، وفيهم الأذكياء وفيهم المتوسط، ولا ندري الآن منهم عالم يعد على رؤوس الأصابع إلا 2 أو 3. معهد إسلامي سيخرج العلماء خلال 6 سنين طبقات، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، من 10 سنين سيدرس فيها أكثر من 200 فن. هذا الكلام. وهذا هو أيضا أصل الفساد. أنتم تريدون أن تقولوا من عند طرف موريتانيا الشرقي إلى طرف موريتانيا الغربي: تعالوا شبابكم كلهم فليدخلوا المعاهد وسنخرجكم علماء. هذا كذب أيضا، هذا كذب. هو الذي سيخرج عالم واحد في المية أو واحد في الألف، واحد في الألف، ولا يصلح لهذا. مالك رحمه الله تعالى جاءه رجلان فدرس عنده وقتا واحد، فلما ودعهم قال: يا فلان اتق الله تعالى واعبد ربك في بيتك، ويا فلان اتق الله وافتي الناس. أنت صالح للفتوى، عندك ذكاء وعندك همة وعندك توفيق من رب العالمين، وكما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاتي. الله تعالى وضع فيك هذه الرسالة، وأنت ما وضع فيك إلا أن تعبد الله تعالى وتقرأ القرآن في بيتك. خلاص، هو جنون. محمد العاقب بن ميابة رحمه الله تعالى، الشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله تعالى قال: جنون رب غبي من بلادته تطلبه للعلم تضيع أوقاته. واحد غبي تطلبه لما زاد على فرض العين تضيع وقت. هذا كل يوم بعد يوم سيبلد المسلم، يبلد نفسه، سيفتح الكتاب، عندما يفتحه سيفسد هو ويفسد الكتاب ويفسد الأمة الإسلامية. ما في فائدة. فرض العين واجب في هذه الأيام. أول ما يجب أن يصلح عقيدته ويعلم ما هو معنى فرض العين. فرض العين يختلف باختلاف الناس، عقيدة تتفق فيها الناس كلها، كل الناس، كل من كان مكلف يقرأ العقيدة ويصححها. ثانيا الطهارة والصلاة على مذهب من المذاهب الأربعة، هذه المجمع عليها ولا يتجاوز مشهورها، والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، كما قال سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم رحمه الله تعالى في مراقي السعود. فهذه الأربعة هي المجمع عليها من العلماء، لا يتجاوز أحد يعني مشهورها من أي بلد هو فيه، فلا يقع منها كتاب متوسط حتى يفهم ما رضى الله طهارته وصلاته وصيامه وحجه وصومه وزكاته. ولا بد من معرفة أمراض القلوب، هذه فضل على كل مسلم. عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجل، ويجب على كل مكلف أن يعلم ما يطهر به قلبه وما يعالج بها الأمراض النفسية الغريزة التي لا ينفك عنها أحد.
ويعلم ما يفرض الله تعالى عليه في تربية أولاده، فهذا شيء واجب جدا أن يعرفه. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتربية الأولاد ليست سهلة، لا بد أن يربيهم منهجا إسلاميا، لا بد منه. وأسوأ شيء هو أن يصلهم كما قلت لكم مرات إلى هذه المدارس أو إلى معلمين لا يراقبهم معهم، ولو معلمين دين. لا بد أن يراقب كل أحد أولاده في هذه الأيام، يراقبه، فرض عين عليه أن يراقبهم ويسألهم، ولو بعثهم إلى شخص يعلمهم دين الله تعالى. فغالب الناس الآن لا يلتزم الشرع. ومحمد سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقب السعود قال: من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فليستفتح حضر. ومن واحد ما ليس له علم وورع معروف جدا ثابت عندك أو حصل القطع به، لا يجوز أن تستفتيه، وكيف تغسل له أولادك ولا تتابعه. قد تكون عندك ضرورة تقول: هذا الشاب درس لأولادي، ولكن راقب ومتبع عينك وحافظ عليه حتى تعرف ما هو مقيلهم وما هو مبيتهم وما هو صلاتهم، هل هي صحيحة أو صحيحة. تطيب الواحد مثلا يدرس أحزاب من القرآن أو أجزاء وذلك لا تعرف ما يفعلهم، هذا أيضا خطير. لابد واحد يسعهم، لابد يربيهم، لابد يتابعهم، ويعرف ما يبر به والديه، هذا فرض عين، أن يعرف ما يبر به والديه، هذا على كل أحد. أما بالنسبة لمن سيكون إماما في هذه الأيام هذا أخطر خطير، فلا بد أن يعرف ما يعامل به الناس، لأن الناس الآن رجعت إلى البداوة وإلى العروبة، الأعراب رجعت إلى حالة الأعراب الأقدمية، ليس منهجا شديد، رجعوا إلى حالتهم الأولى أعراب. لا بد أن يعرف الإنسان كيف يعاملهم وكيف يتعامل معهم، كيف يربيهم، لأنهم أعراب، يعرف كيف يتعامل معهم، لا بد يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقرأ مذهب مالك في هذا، ولا يغلق أن يرجع إلى المنهج التربوي النبوي الأول، هو مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب وشفاة الناس والمسلمين الجدد، لأن الناس الآن على هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذه الغربة لا بد أن تفهمها الآن، أننا رجعنا إليها. هذه المعاملة التي كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس لا بد أن تقرأها وتفهمها. جاء رجل إلى المسجد كما بحديث البخاري بان، فتتسابق الصحابة إليه يريدون أن يخرجوا، شيء مجمع عليه، نجاسة المسجد مطلقة، وحتى لا يجد لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب، فما بالك من يتم يبول فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزلم، لا تقطعوا فيه البول، معناها خلوا حتى يملأ المسجد بول، هذا هو حاصل الأمر، خلوا حتى لا يبقى في شيء متيم، لا تزرموا، معناها لا تقطع، لا تقول له توقع. ليش؟ لأنه هو يعلم أنه لو أخرج من المسجد في ذلك الوقت وهو مسلم جديد سيخرج من الإسلام، يعرف أنه سيخرج من الإسلام، هذا أعراب ما يعرف. لكن لما تركوه وأكمل بوله قال: اهرقوا عليه ذنوبا ما منعت، صبوا عليه ماء كثيرا. لما رأى وقال: هذا خطير، هذا معناه أن هذا المسجد لا يصبح، فتربى وتعلم وعلى ذلك صار صحابي جليل. عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل، عمر لا يخاف عليه شيء، عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووجد الثرى الجريد في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني حصير يعني من النخيل، يعني أثر في جنبه الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بدنه لطيفا جدا ومترفا، مع ما تلقى من الشدائد كما يقول أنس بن مالك: ما مسست قال مثلا حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا اللي يتلقى من المشاق كأن جسمه جسم سلطان. فتأثر عمر رضي الله تعالى عنه، تأثر جل. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت هنا على هذا الحال وملوك فارس والروم يتلاعبون على آرائي. قال: أو أنت في شك يا ابن الخطاب؟ كلام أولا، عندك شك يا عمر. هذا الرجل الأعرابي قال: لا، اتركوه حتى يكمل بوله. أما عمر قال له: أو أنت في شك؟
لأن الناس لا بد أن يخاطبوا بعقولهم، لا بد أن يخاطبوا على قدر عقولهم. فوظيفة الإمام في هذه الأيام لا بد أن يعرف المنهج النبوي الأول. ليس ما ليس أيامنا نحن كنا في موريتانيا واحد يقرأ مدرسة محضرة ويقرأ خليل ويقرأ الكفاف ويقرأ ابن عاصم ويقرأ مراقي السعود ثم يرجع ويكون فقيه يفتي الناس. هذا زمن وهذا زمن، ليس هذا زمن، هذا زمن الغربة وزمن الجهل الشديد الشديد الشديد. لا بد الإنسان أن يرجع إلى المنهج النبوي أول ويفهم الناس حتى يخاطبهم بقدر عقولهم. علي رضي الله عنه ومسعود رضي الله تعالى عنهما قال: خاطبوا الناس بما يفهمون فتحبون أن يكذب الله ورسوله. من يقال كذب الله ورسوله سيكون واقع، لأنك إذا خاطبتم على غير عقولهم ماذا سيقع؟ يخرج واحد يقول هذا فلان هذا سيء الأدب، لا يخرج واحد آخر يقول الإنسان مفاتح يعني هذا مفاتح هذا ورجل سياسي، تكون مصيبة على الدين. لا يقول الناس تعطي قدر عقليته وبعد ذلك تربي هاي الصبيان هاي الصبيان. فوظيفة العامة الآن المساجد والأئمة والمدرسون لا بد أن يتنبهوا لهذه أي مسائل جديدة. لذلك الآن نجدهم إمام منفتحون وإمام منقبضون. ناس منفتحون صار يقول ديانات كلها قد ناس يقول الإسلام دين حرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال لا تزرموا، ولكن ما قالهم المسجد ينجس. هو حديث مسلم إن ما بنيت المساجد وما ربيت ما حتى ما يمكن واحد يدخل ما يقلم في أبوها، ما يمكن واحد يقلم في غمره ولا يستاك فيها. حتى المسجد لا يمكن واحد يستاك فيها. واحد قال له لا تتركوه حتى يكمل البول. ليش؟ لأن هذا منهج تربوي لأجل كل واحد يعطى له قدر مقامه حتى يتربى. وما هي النتيجة؟ عندما يأتي واحد يقول علموا صاحبكم دينه، هذا الرجل الذي قال لا تزرموا لا تقطعوا فيه البول قال علموا صاحبكم دينه، صار هو داعي إلى الله تعالى لأنه تعلم الدين وفهمه. صار حتى لو وجده رجل آخر يقول في المسجد لكان هو أول ناهي، لكان هو أول ناهي من الناهي، لأنه تربى ودرس الدين بدون دراسة لا يصلح شيء. لا يصلح دين بدون تعلم شرع، لا يصلح دين. هذه لا بد أن يتعلم الإنسان ما يصلح به نفسه وما يصلح به أهله وما يصلح به الوظيفة التي دخل على فرض عين عليه. هذا فرض عين عليه. واحد سينقطع ويكون زايدا فرض عين واضح فيه سهل، يطهر قلبه ويقرأ ما فرض الله عليه من طهارة وصلاة والصيام والزكاة والصوم ويدخل المسجد ويتعبد ولا يدخل أمور المسلمين. فإذا أراد أن يتزوج فهذا دخل منطقة كبيرة، وإذا أراد أن يدخل السوق فقد دخل منطقة أكبر من ذلك، وإذا أراد أن يدخل الدعوة فقد دخل منطقة أكبر وأكبر من ذلك. فرض الله عليه فرض عين عليه وخاصة أن يفهم ذلك الولد. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يتولى أحد أمرا من أمور المسلمين لا يعلم. من ولي أمرا من أمور المسلمين تشترط فيه معرفته إجماعا، تشترط فيه معرفته. صار فرض عين عليه. واحد سيدخل الهندسة لا بد أن يعرف أيضا كيف يتعامل معها. واحد سيدخل الطب لا بد أن يتعامل يعرف كيف يدخل الطب، يعرف كيف يضمن، يعرف كيف يتخلص من الضمان، يعرف كيف يعالج. هذا أيضا واجب عليه. صار فرض عين عليه أن يتعلم ما هي الضمانات الطبية وما هي المسائل الطبية وماذا يمكنه أن يرى من العورة وماذا لا يمكنه أن يرى من العورة. هذا الشيء صار فرض عين عليه. واحد يريد أن يدخل التجارة واجب عليه أن يعرف ما فرض الله عليه. واحد يريد أن يتعامل مع الناس بسياقة السيارات لا بد أن يعرف كيف يضمن وكيف يسوق السيارة، كيف يسرع فيها أو لا يسرع. هذا صار فرض عين عليه. وما هي ضمان السائق وما هي ضمان القائد وهو المسؤول ورب السيارة. هذا صار فرض عين عليه. من فقط يكون سائق فقط أو أن هذه السياقة فقط يتعلم هذه الحرفة. كل شخص له هو مسؤوليته، عندما يدخل صارت فرض عين. والفرض العيني على المجمل هو اللي قدمناه. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم.